هاي دمار شامل، هاي القطعة دمار شامل، ماكو هيك شيء. شقي تارك يابا من الشجرة الخلاط. ايه كل الشوط هي والسنارة. والله بعد ما اجر سمكة اعطيني يا الاجرة دفلت، ماكو هيك شيء. 8 اليوم مو محفوظة. طالع برحلة الصيد، بهاي الرحلة راح نشوي خروف على الفحم، شوفوا طريقة الشوي شو راح تكون، والصيد الحلو بهاي الأجواء الجميلة من ولاية ميشيغان. طبعا اجينا الولمارت ثاني وليف اشترينا هاي الشغلة، ضربنا بوري رد شغلة حتى نخلي بيها الفحم والخشب نشعل النار، فما كان عندنا هذا الشيء، فالفكرة الوحيدة اللي جتينا هي هاي. يعني ممنوع نشغل نار بالقاع، لانه ممنوع تخلي النار او الخشب والفحم على الحشيش، فلازم فشي يعزل. فراح نخلي حجر وشوف هنا في الصبه هناك ونشعل النار فوقها. حتى المكان يبقى نظيف، همينا من نخلص راسا نشيل هاي نذبها والقاع تبقى نظيفه. يابا مرتب. لا لا زخت بالله، شكلها زخت يا زلمه، زخت راح نغرق. او ينغسل اقلب ثانية تليفوني يا ولد، باوع التليفون باوع مؤقتا، ترى انا ما راح تبقى هاي. شوف المطافة اللي صار، بس مطرت وطلي وطلي جاي ينغسل. يا ابوي بعرف، اركض حلو. اركض سمي شايف تمنى؟ والله بعد ما تلحق اركض. المطرح الكبر هذا، اركض خشن خشن. والله شباب طبعا اللي صار ويانا هسه مطره زخه كلش قويه، وحتى الخروف عايفي فوق ال في صعود المصطبه، وفلتنا جواهر قمريه صار مراكض الفلس. طب اجينا دني شوي زين، اجو ما نشوف المطرت علينا، لا سابق انذار لا على غفله زين، وطفرتنا والطلي ذاك هو يسمع حسكم خطيه جو واحده جو مال ميشيغان هذا. زين اي بشرفي وايد، ننتظر شوكت تروح المطر نبلش انتظروا من عندنا، اذا قدرنا نشوي راح نشوي، نكمل وياكم الفيديو، ما قدرنا اي بشرفي راح نقصقصه كل واحد ياخذ له فخذ. لازم هذا الكلام للشباب من الفرحه متعشين. الشباب جاي من الصبح طبعا، من الساعه 6 هنا الفجر. اليوم ويانا الشيف ليث حبيبي، الشيف ليث الطباخ عمر الصياد طباخ. صياد طباخ. يلا ان شاء الله سولف لنا ليث اليوم شو راح نسوي بهذا الطلي. اليوم عندنا خروف، هو خروف لو طلي خروف طلي. راح نشوي ان شاء الله، راح يشوفون خطوه بخطوه شلون راح نسوي. يعني نستخدم تتبيلات بسيطه للحم، لان اول شيء هذا يحتاج وقت هوايه يلا يستوي. هسه بالبدايه طبعا فتحنا بهاي الطريقة، جوا صار يا مريم شكل هذا طلع اي شيء ده. حرارة قوية سموه، من اتقلت نازلة بعد، لان هي طفيل دهن. خلينا نشوف ايش تيدك بعي تخدر مو منه همينه، بس هيك شو اسمه على الحد ترى. لا والله شرفي، لا هاي الثقل مالته جاي، لا ما جاي تخدر، لا هنا دي طب. هاي الشوايه موجوده اونلاين، اشتريتها من اي باي، طبعا سعرها جدا مناسب، وتقدرون تستخدموها بكل مكان، بالبيت بالطلعات، لانه من تطبق حجمها يصير كلش صغير، وتفتحوها بهاي الطريقه. طبعا مثل ما تشوفون الخروف هذا حجمه 13 كيلو،
رابطيه بهاي الطريقة. احنا هاي الغراض كلها تجي ويا شوية، طبعا غراض الربط وهاي الامور سهل كلش ربطها مثل ما تشوفون شلون. اذا انتم بالبيت مثلا تقدرون تخلون فد منطقة خاصة للشوي وتخلون الفحم جوا والخروف. احنا جينا بهذا البارك طبعا مثل ما تشوفون بارك جدا نظيف، هسه راح تشوفوه بهذا الفيديو. فاضطرينا نجيب هاي الصواني ونخليها حتى ما نوسخ المكان ونخلي الفحم، وبعدين يعني ما حلوة يعني نوسخ المكان، فقلنا نخلي الفحم بالصواني أفضل. فحاطيه هسه ما يقارب صار له فد 20 دقيقة، وهسه راح ننتقل مرحلة التتبيلة وراح أشوفكم شنو اللي راح نخليه. مثلا راح يشرح لنا على التتبيلة مع الخروف أي. مشوي على الفحم. طبعا هذا احنا ما مستخدمين بس فحم، جايبين خشب طبيعي ايضا هم اللي ينطي فد نكهه. تعرفون انتم الخشب ينطي نكهه للاكل. بالتتبيله اليوم راح تكون تتبيله سائله مو تتبيله ناشفه. ليش؟ لان التتبيله الناشفه من نخلي البهارات فوق ما راح توصل اللحم من الداخل. التتبيله السائله راح توصل الطعم زين نهايه اللحم مثلا، كل ما تقص يكون اكو طعم. فقلت انه مفضل السائلة افضل. فنخلي عينك ميزانك طبعا، هذا اصلا هو هم بملح، فخلي ملح قليل، زيت الزيتون والخل. خلي تكون كمية هواية لانه كل نص ساعة راح ندهن الخروف، يعني مو بس مرة واحدة وخلاص هي، لا سووا كمية زينة. القرفة لا تكثرون من عندها لأن طعمها قوي، فخلوا كمية قليلة. زين تقدرون تضيفون هيل مطحون أيضا. أنا بصراحة هيل ما عندي، بس الهيل أيضا ينطي طعم طيب. فلفل أبيض، ليش فلفل أبيض؟ ما أريد أستخدم أي شيء أسود حتى الخروف يبقى بلمعة حلوة. وأيضا الثوم المطحون وهذا الملح. طبعا الملح شوية لازم يكون زايد لأنه يكون أطيب من تاكلون فد، خاصة هذا على الفحم يحتاج وقت طويل فحتى يتغلغل جوا باللحم الملح. زيت الليمون تمام. هسه نخلط هالمواد كلها. هسه راح ندهن الخروف وبهاي التتبيله. طبعا هيك نخليه فوق. شلون؟ شلون عمي؟ لعيونك كبيرة. لا فلتت. لا شرفي. اسحب فلتت. لا لا مو فلتت. فلتت 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 كبيرة. سنارة مالتي، سنارة مالتي فوقها، السنارة مالتي. ها شنو؟ علقت؟ انا اعرف كيفك انت جبتي رايي مال على كيفك. عاش عاش. شلون الثالث؟ ما شويها ها؟ ما شوي. وين بجد هاي ماركتين؟ مرة هيك يمكن بس هاي اصغر واحدة بالمجموعة.
هاي اطيب وحده، هاي اطيب وحده، هاي والله اطيب وحده مع شرها هاي عيونه هاي مالتي. سجل علي اسمي خل ورقه خل توقيع هاي شنو بين الصخور راحت؟ لا خليها تطلع. والله شوف لهم تشرب هذا الحجر اللي هناك. كلب الشوط. هي والسناره يا اخي. كلب الشوط جوا كلب بالصخره. والله والله روح الكلب جوا صح؟ تكلم؟ لا جري لا والله والله يا عمي لا مو والله هذا والله مو لا جري حطها بالكم لا 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 يا جري لا جري يا بس حرارة شنو السبب هاي ليت؟ بصراحة حتى يستوي أكثر التتبيلة حتى توصل همين أخذ ثخين لحظة نشرحها طبعا كل نص ساعة راح نخلي هاي التتبيلة ان شاء الله طعمها يعني. شنو السبب كنا سعرات تخلي هاي التتبيله يعني حتى يتبل زين الخروف عرفت وراح تنشف هاي التتبيله نص ساعه تنشف فنجددها شاورما الشاورما خروف هاي عشيدك يا ماما هاي اطيب شيء بالحياه هاي السيره شيرا دي لها قرصه خبز تمني سينو تمنت يا تمن كل اللحم وين تودي بشرفي يا بت تمن وين شو تسوي بها راجع طلع طبخته لا سويت هاي دمار شامل هاي القطعه دم يا بابا من الشجره الخلاط اي ألف عافية ما يعطيهم لا والله بعد ما أجر سمكة طيني زعاد 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 يا لجرة دفلت ماكو يجي شي ماكو يجي شي شاقي داري فلتت مو فلتت إذا انقطعت عمي مو داجر قدامكم ماكو هيك شيء تعال منا حول تراك هذا خيط جا وياه هذا هذا شوفه دخلها لو من جواها لو اشوف يلا من دخلها من جوا ولا من فوقها؟ ايوه حجرها كلبه هناك حجر صخور هواي طبعا اذا شايفين هاي يلا طبعا الشباب جاي يشوفون الحجر هنا وين صعدت السمكه بابا وين جاي تحصل الحجر هذا كله حجر طابو بينا يلا يلا حتى تفلت يلا عاشت ايدك طلعان سايز لي على عيونه هو هذا الحجم اللي نشوي ايه اه تمام هاي إيه. يا هذا الصيد اليوم ما شاء الله كم وحده؟ 4-8 ما عدا راحن ما عدا الفلتن وراحن يعني راحن بال 12 وحده طلع ورجع كم وحده رجع؟ رجعنا اربعه 12 وحده وزيت ما شاء الله وصلنا وياكم الى نهايه الفيديو كانت طلع كلش حلوه الصيد
وشوي خروف على الفحم مع الشيف ليث حبيبي طباخنا العزيز وصياد طبعا. ان شاء الله عجبكم طعم كلش رهيب ولو تاخرنا اكثر من 3 ساعات يلا استوى. عاشيلك بالنهايه ويدك حبيبي. طبعا صدنا تمسم شات وما عدا الفلتن ورجعناه للمي وما عليكم هذا الحمار ضرب الشمس تحياتي لكم.